طيب نعم اسمح لي عشان هاخد اتصال. ألو معانا اتصال الآن من علي. تفضل علي، أهلا بيك. ألو، مرحبا. مرحب بيك، أهلا. أهلا محمد من العراق. محمد من العراق. أوه أهلا أخ أهلا محمد، أهلا حبيبي. بيك، تفضل. بس ممكن عندي سؤال؟ تفضل. ما أنا لحظة ما فهمت، يعني على العقيدة النصرانية اللي عندكم، يعني هو عيسى عندكم الله لو ابن الله هو؟ ألو، هل هذا هو سؤالك؟ خليك معنا أخ محمد، هيرد عليك الأخ شاه. نعم، هل عيسى هو الله أم ابن الله؟ طيب هذا سؤالك أخ محمد؟ نعم. أوكي، أهلا وسهلا بك محمد. منو هذا عيسى؟ منو عيسى؟ يسوع، ما أعرف المسيح، ما أعرف أي واحد تسمونه أنتم، إيش ما تسميه سميه. ما أعرفه. عيسى والنصارى، من هذول النصارى؟ المسيح عندكم هو الله أم ابن الله؟ وهذا له علاقة بالحلقة؟ احنا حلقتنا عن الوحي، هذا له علاقة بالحلقة؟ ما يخالف، والمواضيع مترابطة، بس هذا حلو. السؤال يعني أنا قبل فترة اتصلت فيكم، أريد توضحوا لي الفكرة، يعني مشتبه هذه. علاوي، أنت شيعي حضرتك؟ شيعي حضرتك؟ نعم الحمد لله شيعي. طيب حلو، اسمعني. أنا ابن دجلة والفرات، يعني شنو أني؟ يعني الفرات ودجلة زوجة أمي جابوني، يعني لو شنو؟ أستاذي العزيز، الله 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 يهديك إن شاء الله. بس أنا أسألك سؤال، أنت أني أقول لك أني ابن دجلة، هل دجلة زوجة أمي يعني كنهر تزوج أمي وجابتني يعني؟ لو شنو معنى؟ لو هاي كناية؟ هذا ايش ذو علاقة بهذا الشيء؟ انا اريد اعرف، هل عيسى عندكم المسيح عندكم هو الله ام ابن الله؟ المسيح هو الله، مو عندنا، عندك في التوبة 31 عندك المسيح هو الله، الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح. كلمة من دون اداة استثناء، اعلمك لغة عربية؟ نعم. ما اعلمك لغة عربية. انت عندك في القران المسيح هو الله. استاذي وين عندي المسيح مو في القران؟ عندك ايه في سوره التوبه، اقراها حبيبي. الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح. طيب استاذي، وعندك كلمه الله وروحه، يعني الله نفسه. رجاء بس اسمح لي اتكلم استاذي العزيز. تفضل حبيبي، اسمح لي اتكلم. هل السيد المسيح، راح اسلم وياكم، هل هو قال في الانجيل انا الله اعبدوني؟ احنا عدنا بالقران الكريم اني انا الله لا اله الا انا فاقم الصلاه لذكري واعبدني. هل المسيح السيد المسيح قال في الانجيل انا الله يا ناس فاعبدوني؟ هل قال انا خالق السماوات والارض؟ هل قال انا الرب؟ اوكي، رئيس الوزراء الان العبادي، صحيح؟ نعم. اذا انت شفت العبادي تعرفه؟ نعم. يحتاج يقول لك انه هو رئيس وزراء لو انت تعرف. اليوم اذا نزل في ميدان التحرير يقول للمصريين انا الرئيس، انا الرئيس، راح يضحكون عليه لانه كل الشعب المصري يعرف السيسي هو الرئيس. فهل يحتاج المسيح يقول هو الله؟ ومع ذلك راح اجاوبك، لان احنا مو مثل المسلمين نهرب من الاسئله. المسيح قال في يوحنا انه هو الله. وفي يوحنا 8 إذا تقرأ وتشوف الآية 58، رادوا اليهود يرجمون المسيح، فقال لهم أعمال حسنة قد أريتكم، لأجل أي عمل تريدون أن ترجمونني؟ قالوا له لا، ليس لأجل عمل، بل لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك معادلا لله. إذا اليهود، اسمح لي استاذي العزيز، بعد التاثير سالتني جاوبتك، اسمح لي، بس سالتني جاوبتك. خلينا نعطيك ايه ثانيه، اسمعني محمد، مدري علي، المهم محمد، خليني اجاوبك على ايه ثانيه في يوحنا 10، يوحنا 10 والايه اعتقد 36، المسيح قال الذي قدسه وارسله الله تقولون لي اني اجدف لاني قلت انا ابن الله. فهمت؟ واليهود الان اللي يهمني مو محمد وعلي، اللي يهمني اللي سمعوا المسيح وقتها، شو افتهموا؟ افتهموا انه المسيح قال عن نفسه انه هو معادلا لله. شكرا. ابدا. تكلم لي على مجمع نيقيه بعد 300 سنه.
مجمع انيق يا علاوي، شنو رايك بالوحي حبيبي؟ شنو رايك بالوحي؟ الوحي في القران الناس كانوا موحدين، ما حد ما كان يدعي الالوهيه للسيد المسيح، بس مجمع انيقيا بعد 300 سنه. طيب معلش انا يجب اسمحوا لي هنا اتدخل لانه نعم. وقت الهوا مهم قوي، وانا اخشى انت، انا بشكرك بس انا مش عارفه الغرض من اخونا محمد. اهلا بيك، واحنا سعداء جدا بهذه المناقشه، طلعتنا بره موضوع الحلقه، فبس احنا مدركين واعيين قوي لاي حاجه بتحصل، انه ما نتخذش ويركز على موضوع مسيحي مش موضوعنا. وعموما الوقت ليك اخويا شانت، حتى اذا انت عايز تستمر. لا لا انا بس احاول انبه. شوفي اتفضل، هذه المصيبه عند المسلم. المسلم تقولي له عندك كذا وكذا، بدل ما يقول وين، خليني اشوف، خليني ابحث، هذه ابديتي، هذه مصيري، خليني اتاكد. هو يجي يروح على موضوع ثاني، وكيف عندكم؟ طب يا عم انت بالاول بيتك بينحرق، طفي بيتك وبعدين شوف اذا بيت جيرانك بينحرق ولا لا. انت بالاول شوف نفسك. هذا من جهه.